انا والاتحاد وزاره الشباب والرياضه نشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقه اللي بيدي كل الدعم للرياضه المصريه، وايضا انشاء هذه المؤسسات الرياضيه الكبيره والانشاءات الرياضيه اللي ابهرت الدنيا كلها في مصر الجديده في العاصمه الاداريه. وكل شكر والتقدير لقواتنا المسلحه المصريه على الدعم الانشائي في مدينه مصر الاولمبيه اللي بيقام فيها هذا الحدث، بطولة العالم للرماية بوجود 88 دولة، تقريبا 1040 رياضي من كل دول العالم في هذه الظروف وهذه الأونة، فده إنجاز كبير جدا. مصر تمتلك من البنية التحتية ما تؤهلنا لاستضافة دورة العالم الأولمبية. مدينة مصر العالم الأولمبية ده منشأ كبير وعظيم تم إنشاؤه بسواعد القوات المسلحة. الجزء الآخر أن مصر أصبحت محط أنظار العالم في استضافة البطولات العالم والبطولات القارية، وده في حد ذاته بيجعل مصر في منظور العالم من أهم دول العالم في استضافة الأحداث الرياضية، وخصوصا زي ما أشار معالي الوزير أن احنا تخطينا حاجز 170 بطولة عالم في خلال 3 سنوات. يمكن في بعض الدول الكثيرة ما قدرتش تستطيع استضافة أي بطولة من هذه البطولات. أنا دخلت منتخب مصر من 4 سنين وأنا بستعد للبطولة دي من شهر 6، فإحنا بنتدرب بقالنا كتير جدا، وأنا أصلا قبل الافتتاح بتاع البطولة كنت في تمرين الصبح، فإحنا عملنا مجهود فظيع جدا علشان نوصل للمرحلة دي. بقالنا دلوقتي حوالي 5 شهور بنتمرن في المركز الأولمبي، بنستعد ناخد معسكر قبل البطولة بأسبوع، وواخدين توقيتات في الجيم ووقت في التمرين ووقت في وقت النوم. هو طبعا المينتاليتي أصلا بتاع اللعيب أو الشوتر لازم يبقى عالية، ان انت بتخش تفصل عن اي حاجة، انت بتلعب مع نفسك انت بس. ما شاء الله التنظيم جدا طيب كما اعتدنا من مصر حبيبتنا، وما شاء الله الحفاوة اللقاء هنا كانت جدا طيبة، وما شاء الله يعني الافتتاح كان جدا مبهر في العاصمة الإدارية الجديدة في القرية الأولمبية. بالنسبة لموضوع التجهيزات والبوينت دي، احنا تقريبا بقالنا اكتر من شهر ونص بنجهز، حكام من نوادي مختلفة بخبرات مختلفة، ممكن يكون عندنا خبرة اوكي من سنين طويلة، لكن ما زال لازم في تجهيز طويل قبل البطولة. بطولة مهمة، كان شايفة ان دور الحكام دور مهم جدا جدا وكبير في البطولة عشان تطلع بالشكل ده. اهم حاجة كحكام واخدين تعليمات ان احنا نأمن الميدان تماما، ووضع الاسلحة في دائما في سيفتي فلاج، وكل رامي عارف القانون بتاعه كويس قوي ومدرب عليه، واحنا كحكام حافظينه وبنقوم على تنفيذ القوانين طبقا للاتحاد الدولي للرماية.